السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مهنة لاعب الحلقة السادسة. مثل ما تشوفون يا اخوان جيت الاحصائيات اشوف ايش وضعي مع الفريق. طبعا طاقاتي وصلت الى 78، في كام ثاني منافس لي 79 اللي هو بومغارتنر اذا ما اخطيت باسمه من النمسا، بس لو تشوفون مكتوب عنده الوضع جيد، اما يوم تجي عندي الوضع ممتاز، فلذلك مدرب يعني خلاص ضامن وضعي. اما حركات المهارة والقدم ضعيفة 3-3، وشكرا على كومنتاتكم. طبعا اسامه كتب لي على موضوع القدم الضعيفه، قال لي انت تضيع هجمات كثير بسبب انك تشوت بالقدم الضعيفه، يا اخي تجنب تشوت على هذا، يعني انت مع الهجمه تنسى. ولكن باذن الله اني راح اركز على هذه الملاحظه في المباريات تبع اليوم. والشغله الثانيه راح اطور في القدم الضعيفه هذه وراح اخليها 5 نجوم بحيث انها ما تفرق مع لاعبي سواء يشوت باليمين ولا باليسار، بحيث اني اتجنب هذه المشكله. في شغله يا اخوان ابغاكم تكتبون لي اياها في الكومنت ضروري جدا، هل التقطيع يعني تشوفون الفيديوهات في مسيره المهنه هذه اوكي يعني المقطع ينزل لكم، ولا تشوفون اني اقصقص كثير مثلا تبغون تشوفون هجمه كامله من بدايتها وكذا، ولا الوضع 200 200 يعني زي ما هو؟ يا ريت تكتبوا لي هذه الملاحظه في الكومنت ولا تنسون لايك. طبعا خلنا نشوف الاحصائيات 12 مشاركه، 6 اهداف و2 مساعدات، وضعي 200 200 هذا 4 مشاركات وجاب 2 مساعدات او 4 اهداف في 14 مشاركه، فانا وضعي افضل منه اكيد، يعني اقل مباريات سجلت اكثر. تعال خلنا نشوف المهاجمين. يو ساتر، 16 مشاركه و8 اهداف، اتوقع 8 اهداف يعني اكثر واحد بالفريق هو مسجل المهاجم هذا اللي هو بي بوي. مين عندنا احصائيات ثانيه قويه؟ ما في شيء والله، شوفت عيونكم انا تقريبا اني الافضل. انا ودي اشوف الدوري هذا كم الهدافين وكذا. ربيت طبعا ليفاندوسكي 15 هدف في 14 مباراه، وهالاند مسجل لعب 14، كلهم هذا اللي لعبوا 14 اوكي، بس على واحد 15 بعدين 10. انا موجود منه ولا منه فرجينا، والله موجود يا اخوان، المركز 19، الاهداف 4 اوكي، بيني وبين الاول يخرب بيته 15، بس مهاجم يا اخوان مهاجم. زولر، ساني هذا ورب الكعبة، يوم لعبت مع البايرن مباراة البايرن اللي شافها في الحلقة الثانية تقريبا، وربي كان طاقاته احسها كل شيء 99 يخرب بيته. فان شاء الله ان شاء الله راح نتصدر في القائمة هذه عما قريب. طبعا في الحلقة الماضية يا اخوان كان دورتموند يباري البايرن، فانا ودي اشوف اهم شيء صراحة في هذه الحلقة اني اشوف ترتيبنا. ما زلنا الثالث طبعا 29، تكفى اقول لي دورتموند فاز، تكفى يبطئ البايرن شوي. والله انا ما اتذكر كم كان نقاطهم، بس اتوقع ان دورتموند فاز، لان الحين المباريات اللي مطلع لي اياها هذا اللي لعبه، اي والله انه فاز 2-1، احلى بوس لدورتموند. ايوه اللي ذكرني انه كان فرق بيننا وبينهم، انا قلت الحلقه الماضيه 10 نقاط، لكن باذن الله يمدينا نجيبهم في مباراه ثانيه مع دورتموند. ان شاء الله يخسرون، وان شاء الله مباراه ثانيه معانا الاياب راح يخسرون ان شاء الله. طبعا المباراه الاولى يوم لعبت معاهم كان مدخلني دقيقه 70 ظاهر او شيء، فما مداني يا جماعه اثر في الفريق. ايوه هنا القدم الضعيفة تحتاج 3 نقاط ممكن اسويها، اوكي مملوك الحين 4، بس كيف اجيب الخامسة؟ والله ما ادري كيف اجيب الخامسة، بس 4 نقاط مهارة حلو، 4 نجوم مهارة عفوا، والنقطتين الباقية خلنا بحطها في تمركز. طيب مبارياتنا هالشهر مع فريبرغ، ليفركوسن، وجلاند باتش، ترتيبهم 11، فما راح العب معاهم. ومن عاد الثاني كان مباراتنا هالشهر، اما ليفركوسن هذا وجلاد باتش، واذا اخطيت بالاسم اعذروني، ترتيبهم السادس والسابع، فلذلك راح نلعب المباريات لحد ما اسجل هدف او اني اضمن النتيجه، وبعدين بطلع من المباراه. ليش؟ لاني ابغى اضمن يا اخوان، ابغى اضمن النتيجه. ما ودي ان البايرن يكون فيه شو اسمه جاب اكثر من 10، يعني بيننا المفروض ما نخسر ولا مباراه، ان شاء الله ما نخسر. هلا بالحماء، الله 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 الله، ايش هذا ثلج اليوم ولا ايش؟ اي والله اول مره العب فيفا 22 يا اخوان ثلج، الخطوط الحمر، لا الملعب واضح انه خرافي، لا اجواء رهيبه. يو سوتر يا الاجواء يا اخوان، والله اول مره في فيفا 22 اشوف ملعب بهذا الجمال. يا إلهي يا إلهي ماذا أرى يا إخوان؟ مهام المباراة، المدرب يبغاني أعتذر الكرات،
اوكي دفاع يعني يبغاني. خلينا نضمن في تقييم المباراه نحط فيها دبل اكس بي. يا الهي الملعب يا اخوان برد برد برد. كويس الله قطع الكرة من بدايتها والله. انا بتشوفوني مهاجم ثاني يا اخوان. ايش في لهذا؟ كيف لعب الباص؟ ما انتبهت له. اترك مركزي كثير للاسف هجوميا، لكن هالمباراه بحاول انه يقلل ال احشركم. انا راح اقلل يا اخي. لاعبي صار بطيء ولا الثلج؟ ها انتبهوا. ايوه راسيه 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 تكفى. يا عيني عليك يا عيني عليك. هات 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 الكرة، حرك الكرة. مثل ما تشوفون صاير مهاجم ثاني وما مداني اكمل كلامي الا وش اسمه. الله الله الله. ها رفعه ولا ايش السالفة هنا؟ اوكي يبوني اشوت يا جماعة. معلش يا اخوان انا منقص الصوت، لاحظت هذا الشيء وبعدين خدعني. تقدم ورجع. الله اكبر الله اكبر. اعتراض مميز. لا شادين حيلهم فريقي والله العظيم، شادين حيلهم هالمباراه. انا اقول لكم هالمباراه فوز باذن الله يا اخي. من لمسه من لمسه شوف كيف كلهم هجوم. هالمباراه اختلف الوضع والله، اختلف الوضع. اول كنت اقول يا اخي ليش الدفاع شو اسمه، ليش فريقي ما يهجمون؟ صح عليك. الله الله لهم فوق فوق فوق. حشرني والله حشرني. ايوه جرب. الله عليك. في واحد يقلد يا اخوان، في واحد يقلدني. مين هذا؟ مين الوحش هذا؟ مين الوحش هذا؟ اعطني اسمه. فابيو. صح عليك يا فابيو، لا تقلد يا فابيو. الاهداف هذه اهدافي خصوصا مع هذا الملعب. اليوم راح اسجل ان شاء الله هدف اسطوري باذن الله. الله عليك. نجرب نجرب. محاولة رائعة 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 يا اخوان. اللعبة بنفسهم قالوا رائعة، فما ما تقدر يا عزيزي المشاهد. والله حلو حلو. روح روح شايفك، روح شايفك. لمسة. ايش الطقعة هذا؟ ما ادري. احشرهم حشر كهو عليك. لمين هذا؟ لي. صعبة والله، حيل صعبة والله. ما في شيء صعب عليك، ما في شيء صعب عليك، ما في شيء. الله 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 الله. تكفون يا اخوان. جملوا جملوا بهدف جميل كذا على الهجمة هذه حلوة. لا تحشرني لا تحشرني لا تحشرني. السرعة. مثلث ثاني بالها. ايوه يمدي 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 يمدي. الله 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 الله. على بالي بيجيبها لوب. والله يا اخوان ما اتخيل يعني طول السلسلة هذه كم خمس حلقات نزلت وبدون صوت الجماهير هذا الطرب. الله. حلو حلو حرتناها. معك يا بيبوي معك. انا ايش فيني متمركز هنا؟ شوتنا باليسار، شوتنا باليسار يا أسامة. حلو حلو حلو. كنت بغيتها في زاوية ضيقة والله، بس خربيت الحارس. باليسار. أنا خلاص يا إخوان، أنا خلاص. نو كومنت، وربي نو كومنت. صواريخ باليسار مش معقولة. أنا أقول لكم في هذه الأجواء يا إخوان، أعطيني 20,000 زاوية، أعطيني 20,000 زاوية لهذا الهدف. استمتع عزيزي المشاهد والله استمتع. شوف المدرب. بس
تحسبه خلص كذا الوضع مدروسة صح يا أخوان من الركنية. شوف شوف عزيز المشاهد، لمسه من هناك، لمسه من بابوي، لمسه من هنا، عدل الزاوية وعطى أحلى. الله 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 الله، أشق أبو الحارس أنا، هذا الحارس اللي مهيطن فيه صعب عليه، من فوق نازلة. شوف شوف يا أخوان والله العظيم، شو تكة 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 من العارضة. خلاص اعذروني، ما بهايط ما بهايط أكثر من كذا. أقول لكم المباراة هذه والله ما ودي أني أنسحب منها ولا أطلع منها، ولكن يا أخوان يعني ورانا شغل، ورانا شغل الأمانة. يعني الملعب رهيب. انتهى 3-0 الحمد لله. إيش كانت خطة اللعب؟ بناء لعب بطيء مستحيل، والله والله مستحيل. اللعب اللي شفته مش بناء لعب بطيء أبدا. بلس 15 طبعا مع المدرب. شوفوا الاحتفالات يا أخوان في غرفة تبديل الملابس. هي الله الله الله. بس ليش ما في صوت هنا؟ ايه الرقصات. ما نفذ ماتش يا اخوان، ما نفذ ماتش كالعادة، ما نفذ ماتش. قلبه هوفنهام خصمه. شوفه على اليمين الكدش يا حبيبي. هوفنهام يرفع سلسلة فوزه الى 6 مباريات. الله اكبر. طبعا لازم نشوف دائما البايرن ودورتموند. دورتموند تعادل الحمد لله، البايرن فاز للاسف. دورتموند كم؟ 37. والله جايينك طيارة يا دورتموند. متى مباراتنا مع دورتموند والبايرن؟ هنا سؤالي، هنا سؤالي. لا تنسوني باللايك والكومنت، ونشوفكم على خير. مع السلامة.